قصة مزيج ما بين كل الفئات. المخرج مراد ترك يتحدث عن رحلة الإخراج والانطلاق بأول عمل درامي في رمضان. يعني بداية دراما مدير تصوير، لكن بعد فقر الدراما فترة طويلة توقف الانتاج. تعرف احنا اليوم صح فنيين، لكن مع الأشياء الترند هي ممكن الإعلانات، ممكن الميوزك فيديو، ممكن أشياء أخرى. لا، اليوم صار انتعاش بالدراما العراقية، لكن يعني انتعاش تدريجي، وهذا الشيء إيجابي. فصار وقت أنه نسوي جامب ونسوي انتقال إن شاء الله يا رب، نكون بمستوى التفكيرنا ومستوى اللي نطمح إليه. وبسؤالنا عن التجربة الجديدة والاختلاف ما بين الأعمال السابقة أجابنا: اختلاف جذري، كل شيء إلى ستايل معين وإلى التزام معين. الدراما يراد لها التزام، يراد لها وقت، يراد لها جهد. يعني هذا العمل قصة، يعني يمكن يعني ماخذ من وقت شيء سنة ونص، بينما مثلا إذا عندك إعلان تي في سي ممكن بيومين ثلاثة، يوم أسبوع تخلصه مرتاح. هنا حقيقة جنود، حقيقة أنه يعني جهد. ووضح الترك جزئية الالتزام أو الارتجال بالنص قائلا: أنا مع الخروج بنفس المسج، يعني بمعنى أنه أنا أخرج مو فقط أنه أرد أعبي أو أرد أبرز عضلاتي كممثل، لا، نفس المعلومة أرد أوصلها، لكن بطريقتي بروحيتي. أنا ما عندي أي مشكلة، ممكن أصفق لها.